عن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا قبل كده عن بداية الغزو العثماني لمصر بشكل مختصر وسريع كمقدمة، لكن احنا كنا عايزين نلقي الضوء على الفترة التاريخية اللي سبقت الغزو العثماني لمصر. فكانت فترة الغزو العثماني للشام ومصر بتعتبر من أهم الفترات في تاريخ مصر، والسبب في كده إنها كانت فترة تحول كبرى انتهت بسقوط دولة كبرى حكمت لقرنين ونصف من الزمان، هي الدولة المملوكية، واحتلال خارجي. وممكن مقارنة الفترة دي بفترة حكم كليوباترا السابعة لمصر التي انتهت بسقوط الدولة البطلمية واحتلال مصر عام 30 قبل الميلاد. طبعا الرومان احتلوا مصر. الفترة اللي سبقت الغزو العثماني حصل فيها تطورات سياسية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية غيرت خريطة العالم السياسية والعسكرية حول مصر. الفترة دي اتعرضت مصر لمشكلتين، واحدة داخلية في شكل صراعات واضطرابات فككوا نسق الدولة وأضعفوا مصر سياسيا واقتصاديا، ولسوء حظ مصر أن المشكلة الثانية كانت بتشكل حواليها في نفس الوقت، كانت عبارة عن ظهور قوى جديدة على الساحة الدولية زي الصفويين الشيعة في إيران والعثمانيين في الأناضول والبرتغاليين في المحيط الهندي والبحر الأحمر. مع أن التاريخ ما بيعدش نفسه بحذافيره، لكن حالة مصر في الفترة اللي سبقت الاحتلال العثماني بتبين إزاي أن العوامل السلبية الداخلية والعوامل الداخلية ممكن يتوافقوا مع عوامل خارجية لإسقاط دولة وإخراج بلد من التاريخ. مشكلة مصر أو مشاكل مصر الخارجية في عصر السلطان الغوري بدأت بعد أن عاد الشاه إسماعيل الصفوي الشيعي إلى عرش إيران، وتحويل مذهب إيراني الديني للمذهب الشيعي. دي كانت بداية تطورات كبيرة بتحصل في المنطقة اللي بيطلق عليها حاليا الشرق الأوسط. الإمبراطورية المملوكية بقت بتواجه قوتين متصاعدتين على أطرافها، دولة الصفويين في إيران ودولة العثمانية في الأناضول. الإمارة العثمانية الأولى تأسست في شمال غرب الأناضول في بداية القرن الـ14 وكبرت وتوسعت في البلقان والأناضول على حساب أملاك البيزنطيين، والإمارات اللاتينية والتركية مع بداية القرن 16 بدأت تتحول إلى قوة وبتسيطر على الأناضول، وابتدوا يفكروا في التوسع على حساب دولة الفرس ودولة المماليك في الشام ومصر. لما قعد الغوري على دكة الحكم كسلطان لمصر الحكم كان في آسيا الصغرى في يد السلطان
بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح. وعلاقة مصر مع الدولة اللي كانت بتحكم الأناضول، دولة أبناء عثمان اللي كانت بتعادي دولة الصفويين الشيعة، كانت في الفترة دي علاقة طيبة، وما كانش العثمانيين لسه بيمثلوا تحدي كبير للدولة المملوكية، وكان سلطان الدولتين سلاطين الدولتين بيبعتوا لبعض وفود وبيتبادلوا الهدايا. خطر تاني كان بيتشكل وكان جاي من أوروبا اللي ابتدت تحاول تسيطر على البحر الأحمر في شرق مصر، والأوروبيين بعد هزيمتهم في الحروب الصليبية وجهوا جهودهم لمحاصرة مصر وضربها اقتصاديا. وفي الإطار ده حصلت وقعة الإسكندرية سنة 1365 ميلادي، ودي كانت ضربت مصر ضرر اقتصادي قوي جدا، وما شافتش منه مصر طول بقية العصر المملوكي. وسيطر البرتغاليين على البحر، وكان معناه ضربة جديدة وخسارة اقتصادية كبيرة لمصر، حيث أنه البحر الذي كان بيتحكم في طريق التجارة للهند، والتحديات الخارجية الثلاثة دول الصفويين الشيعة في إيران والعثمانية في الأناضول وتحركات البرتغاليين في البحر الأحمر شكلوا خريطة المخاطر اللي بقت مصر بتواجهها في بداية القرن السادس عشر. الخريطة دي كانت موجودة قبل كده في عصر دولة المماليك البحرية بأسامي تانية من إيران، كانت تحدي المغول، ومن الغرب كان تحدي الصليبي، ومن الأناضول كان في تحدي البيزنطيين، وبعدهم الترك السلاجقة وغيرهم. وقدرة الدولة المملوكية انها تتجاوز التحديات دي وتخرج منتصرة، لكن الوضع في القرن الستاشر اتغير، ما بقتش الدولة المملوكية قوية وغنية زي الأول. دي كانت نظرة يعني تاريخية لما قبل الغزو التركي العثماني لمصر، وإن شاء الله نبتدي في حلقة جديدة نتكلم عن تاريخ بقى مصر وأحداثها في العصر العثماني. شكرا وإلى اللقاء.